أو مغلق. لا شك أنه نحن بننطلق من آخر ما حصل بموضوع ملف الرئاسة، هي جولة الموفد الفرنسي لودريون اللي هو إجا أساسا على أثر فشل المستشارين الأول بالإدارة الفرنسية بمقاربة الموضوع اللبناني بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هو برأيي عاد إلى المربع الأول بقراءة الملف اللبناني عبر جولة استطلاعية لا شك كان العنوان الأساسي فيها هو الحوار. بالتالي السؤال الحقيقي اليوم، هل الجميع مستعد للحوار؟ أين سيكون الحوار؟ متى موعد الحوار؟ وعلى أي بنود؟ ومن المشاركين؟ لهيك إذا جينا جزأنا هذه الأطراف بنلاحظ أنه في خرق لا بأس فيه بالحديث من النائب محمد رعد اللي بلش يحكي عن التوافق على قاعدة صحتين للي بيوصل. وبالتالي برأيي بعد العيد لنبلش نلمس بعض المواقف الواضحة تجاه موضوع الحوار لتتبلور حتى الخلاصة عند لودريون. بس ما تغير خطاب حزب الله، يعني هيدا الخطاب كان من الأساس عم يستخدمه حزب الله، أنه تعالوا لنتحاور، بس يعني شرطهم حزب الله أنه ما حدا يلغي لنا مرشحنا، نتحاور على كل الأسماء. ولكن مش المشروط هو حوار فاشل من أول ما، يعني ما في شيء اسمه حوار مشروط. في حوار أنه أنت لديك مرشح والآخرين لديهم مرشح، أنت لديك مقاربة وهو لديه مقاربة، تعالوا نجتمع، إما ينجح أحد المرشحين إما تنجح مقاربة من المقاربتين، وبالتالي منروح على خيار ثالث. برأيي الحديث عن الخيار الثالث ممكن أنه نشوفه بعد أول جلسات أو بعد أعداد الحوار، من المبكر اليوم الحسم بهذا الموضوع. لا شك أنه الجلسة أعطت لمحافظ الألقاب جهاد أزعور أرقام أعلى من سليمان فرنجية، لا يعني أنه سليمان فرنجية انتهى بالمعنى أنه مرشح بالسياسة، كل شيء ممكن، ما كان حدا يتوقع أنه ميشيل عون يصير بقصر بعبدة وصار. وبالتالي حتى أسلوب المعركة اللي كان عم بيخوضه حزب الله مع ميشيل عون منه نفس الأسلوب اللي عم بيخوضه اليوم إلى جانب سليمان فرنجية. قد تكون الثغرة أيضا موجودة حكما بابنشعي بكيفية إدارة عملية الترشيح من بدايتها وصولا إلى اليوم. كيف يعني؟ شو المطلوب؟ يعني قصدي بالبداية كان لابد، طالما أنا أيقن يعني وأدرك تماما أنه سليمان بك فرنجي لم يكن يريد أن يظهر بصيغة أنه مرشح الثنائي، نعم. فكان الأفضل أنه هو من يبادر بإعلان نفسه، هو لا شك أنه مرشح طبيعي دائما عند كل استحقاق، قبل أن يقولها الرئيس بري في جريدة الأخبار اللي معروفة أيضا ضمن التوجهات أين هي، وقبل أن يتبنى الترشيح السيد نصر الله. وبالتالي من هون بدأت الخطوة الخاطئة. الأمر الآخر هو الاعتماد على الثنائي وعلى الجهود الفرنسية من دون جهود محلية ليقدر يوصل فيها لنتيجة مع المكونات. السقطة الثالثة كانت بنوعا ما إشعار المكون السني أو جزء من نواب السنة بالقلق بعد الحديث عن الثلث المعطل والمداورة من دون تبديد هذا الموضوع بالطريقة العلنية، بل بددوه بالطريقة الخاصة. ما رجع شرحها بمقابلته مع زميل جورج؟ ما تم شرحها بطريقة واضحة بالخطاب، لأنه هو بعد مقابلة الزميل جورج صليبي أطل بالموقف الأخير، لا. أيضا سقط فيه بتوجيه كلمة سواء النعنوع لزياد بارود أو غيره ما كانت موفقة. خلينا نجي نقول هذا لا يعني أنه جهاد أزعور أيضا أنه بيقدر يخوض معركة الرئاسة عبر الاتصال الهاتفي، علما أنه هو لديه مميزات بموضوع كيفية فهمه بالتعاطي مع رئاسة الحكومة والحكومة بالجهة المقبلة. وبالتالي كل الأسماء موجودة بالسياسة بالمعنى العام، ولكن الحظوظ صارت أضعف عند سليمان بك فرنجية بعد الجلسة الأخيرة، علما أنه الثنائي أو الحلفاء بذلوا كل الجهد ليوصلوا للرقم 51. كنت أتوقع لو حصلت دورة تانية أعتقد لا يتجاوز 54 أو 55 حد الأعلى لسليمان، نعم. فرنجية، بينما جهاد قد يتجاوز 65. نعم، حكيت حضرتك عن أنه سليمان فرنجية اعتمد على الثنائي الشيعي وعلى المبادرة، نعم. الفرنسية، ولكن بالمقابل كمان يعني سمعنا سليمان فرنجية عم يتوجه للأطراف المسيحية أنه خلينا نعمل حوار ثنائي. هلأ هني مصرين على الحوار المسيحي الجامع، وهو هون عنده قلق من أي مكيدة ممكن أنه يعني تتدبر، نعم. بخصوص إسقاط ترشيحه. طب ما في تجاوب لأي حوارات ثنائية عم بتصير، وحتى الرئيس بري دعا إلى حوارات وطنية كمان ما في تجاوب، وبالتالي يعني ما عم نحمله زيادة عن ما هو قادر أنه يعمل؟ لا أكيد مش عم نحن عم نجي نحمله مسؤولية، بالعكس هو بنهاية المطاف هو المرشح، هو من يجب أن يبذل الجهد الكافي.
بالتواصل، ولكن مش بأنه بنقعد بنشعي وأن يكون هناك ممثل فقط واحد عن المردة عم بيجول بين النواب أو بين الأفرقاء. لا، بعتقد في صنف من الممتاز، يعني دائما في أشخاص جيدة، يعني مثل معالي الوزير زياد مكاري، مثل النائب توني فرنجية، ممكن كانوا يقدروا أنه يوصلوا ليوني أكثر بالموقف المردة اللي هو الموقف الشبابي الجديد إلى آخره، ويساعدوا أكثر سليمان فرنجية للوصول إلى قصر بعبدة. أيضا بطرح سؤال أساسي، أنه من بعد ما تم رفع الفيتو السعودي عن سليمان بك فرنجية باستقباله بالسفارة، ليش ما تم الدعوة إلى جلسة سريعة؟ هناك من قال أنه نقلوا إلى سليمان بك فرنجية أنه انتظر وممكن يكون في لك زيارة أو غيره أو لا. لا، برأيي بالتوقيت هيدا لو كان أسرع الرئيس بري بالدعوة لجلسة، كان ربما الرقم الأكبر سيكون لسليمان بك فرنجية، لأنه كان المرشح الوحيد. لأنه بقراءتي أنه لولا الاستقبال اللي عملته السعودية لسليمان فرنجية لما تقاطعت المعارضة على اسم جهاد أزعور، وبالتالي هذا الهدف التكتيكي اللي صار، أو هذه المعالجة التكتيكية اللي صارت، طبعا بعطيها للسفير وليد بخاري ولحنكة المستشار نزال العلولة، بأنه يجب استقبال سليمان فرنجية وإلا المعارضة حتضل قاعدة ومكتفة وما عم تتفق على مرشح جدي. نعم. وبالتالي استقباله أشعر الآخرين بأنه لا، لحظة، السعودية رفعت الفيتو عن الجميع، وبالتالي هي ما عندها فيتو أحد.